الجديدة. نحن في ضيافة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نحاور اليوم رئيسها عزيز غالي. عزيز غالي اخترناه لكم بحكم تجربته الكبيرة في المجال الصحي، خاصة وأن الوضعية في المغرب من ناحية فيروس كورونا باتت جد مقلقة، ولا نبالغ إذا قلنا بأنها مرعبة وكبير جدا. أضيف إلى ذلك بحكم البحث ديالي عليك، فأنت واحد الإنسان يعني اللي عندك باع كبير في المجال الصحي، واشتغلتي في البرازيل، اشتغلتي في عدد من الدول العربية، كنتي مستشار ديال منظمة الصحة العالمية، بل أنك وجدتي حتى منظومة صحية ديال بعض الدول، ربما يجي وقت ولا بعض التنظيمات نقولوا، ولا ربما يجي الوقت ونشرحوها مزيان للناس. هاد التقرير ديال دارتو لجنة برلمانية، ماشي زعما الصفقة فيها 21 مليار، صفقة واحدة ب 21 مليار، وكتقول لك اللجنة البرلمانية من هاد الصفقة ديال 21 مليار تصرفت غير واحد 15 مليار، يعني واحد 6 المليار ولا 7 المليار. قال لك لا نعرف مآل الصفقة لحد الآن. بمعنى إلا عطيتك مثلا واحد المقطع آخر، وفي هذا الصدد لأعضاء اللجنة البرلمانية استطلع وزارة الصحة، قال لك لم تقم بتسجيل المنتجات، شروا واحد المنتجات من الخارج ولم تقم بتسجيل المنتجات وفق القوانين الجريمة. صحيح، كيفاش كتفسروا له غير هاد جوج نقيطات؟ 7 المليار ما نعرف فينا هي، شري السلعة وفرقها على المغاربة بدون ما تجري فيها، كيفاش تقييمكم لهذا الوضع هذا؟ فكنظن كون كنا في دولة ديال الحق والقانون، وبلاد ديال الحق في دولة القانون، خروج لجنة برلمانية بهذا بالمعطيات كان خص النيابة العامة تفتح تحقيق بشكل مباشر. علاش؟ لأن أولا فيها صحة المغاربة، فيها ماشي فيها رائحة الفساد، فيها الفساد بعينيه ورجليه ويديه. ما أظن نرجعوا ليه ونهضروا في لي ديتاي اللي فيه. هاد لي تيست اللي كنهضروا على هاد 21 مليار هما دي تيست اللي كانوا داروا، كان شراهم المغرب، شريناهم ب 100 درهم لو تيست، وكنا شرينا شي مليون وشي حاجة ديال لي تيست، في حين أن فرنسا شرات 15000 تيست شراته ب 45 درهم. 45 درهم صحيح. إذن علاش حنا نشريو ب 100 درهم زايدة 55 درهم؟ 55 درهم في كل تيست، وضربها في العدد ديال لي تيست. شكون اللي شرا هادشي؟ شراته وزارة الصحة من عند لابوراتوار مغربي، راه كاين في التقرير اللي كاين سميتو، كاين في الدار البيضاء، وهي اللي واحد المرة في إحدى الفيديوهات ديالي السابقة كنت قلت أن واحد قطع الشانطي وربح 40 مليار. غير حدا امريكان كوبغي يشريها، شرينا من ابوت، من شركه ديال ابوت الامريكيه اللي كنديرها لي تيست، بل اكثر من ذلك. ويلي ان لي تيست اللي شرينا لا دات دو بيرومسيون او نهايه الصلاحيه ديالهم كانت قليله، الصفقه دارت نهار 24 ماي، ولي تيست اللي جاونا فيهم نهايه الصلاحيه ديالهم في شهر يوليوز. باش يكون رخيص طبعا. اذا فاش نقول على ان كون كان عندنا دوله ديال القانون خص هذاك التقرير ديال اللجنه البرلمانيه، وحده من جوج، اما البرلمانيين يمشيو للحبس لانهم كذبوا على الوزاره، ولا المسؤول في الوزاره يمشي. شحال ضيعنا تما كمغاربه الخزينه العامه ديك العمليه ديال 55 درهم؟ شحال ضيع؟ تقريبا على الاقل غادي نكونوا لان النص تقريبا نص بالنص الثمن، انا نحسبوها بشكل بسيط جدا، بلاص ما نشريو ب 21 مليار كنا غنشريو ب 10 المليار. دونك 11 المليار ضربها شي واحد جيبو. شي واحد ولا جي وحدين. اذا هذا تقرير ديال مجموعه ديال الشركات استفدت من صفقات دون ان تكون مسجله. غير قانونيه. غير قانونيه. وكاين ارقام ديال الصفقات وسميه ديال الشركات، تقريبا على حسب التقرير كاينه 45 شركه ديال الجنه البرلمانيه، 45 شركه استفدات من صفقات لم تكن مسجله وغير قانونيه. بمعنى مثلا لان اي حنا دابا كنهضروا على الدواء والمشتقات ديالو او الباراميديكال، واحد كيبيع الزيتون يقدر يبيع جيست مون شركه، انه ولينا كنتعاملوا منطق ديال الهمزه ولافير المود ديال الناس، راه ماشي غادي نشري شي حاجه اللي ما عرفش غادي ندير بها. ولكن بالرغم من ذلك على حسب التقرير كيهضر على 45 شركة غير قانونية ولم تكن مسجلة، بل أن شركات دوزات الصفقات وخذت الفلوس وعاد بدات كتجيب السلعة بشوية بشوية. كيفاش خذت الصفقة قبل ما يكون عندها؟ قبل ما يكون عندها، قبل ما يكون عندها البرودوي. علاش ما نديروش 50 درهم؟ قادرين حنا نديرو 5 درهم؟ أكثر من ذلك، مدريد قريبة ديال سبليون، مدريد دارت شرات هاد لي تيست ب 4.50 يعني 45 درهم. 45 درهم باش غدير مليون تيست في مدريد باجور. دابا حنا 700 درهم عاد 700 درهم بس عاد شكون اللي كيستافد من لي لابوراتوار ديال البيولوجي؟ وشكون اللي كيعكس هاد الاستثمار؟ وزارة الصحة. هنا المسؤولية ديال السياسي ديال وزارة الصحة انها ما قبلاش ان لي تيست يداروا ب 50 درهم، مع العلم اننا نحن في حالة استثناء والحقيقة المغاربة مالوريزمون باقي تنخبيو، في حين على ان هاد التقرير ماشي فقط هاد الشيء ديالك، هناك اختلالات
فيما يتعلق بهادشي ديال الصفقات، هناك اختلالات فيما يتعلق بالكمامات، انك تلقى الوزاره شاريه كمامه ب 5 دراهم ونفس الكمامه في صفقه اخرى شاريها ب 100 درهم وهي نفسها نفس الكاركتيرستيك ديالها. اذا علاش هذا الفرق؟ ثانيا واحد الوقيته جا عندنا واحد الوزير وقال لك بلي غادي نصاوب لي ريسبيراتور وغادي ندير وعندي موجودين، وفي الاخر وزاره الصحه قالت لك لا داكشي كامل راه ماشي صحيح، وهذوك لي ريسبيراتور نو ريبون با لي نورم، ماشي في لا يستجيب للحاجيات ديالها، وهو خارج في التلفزه وتيقول هذه الهضره. علاش ما تحاسبناش معاه؟ سافر بالصفقات بزاف وهذا الملاير احد الوزراء السابقين وتابع لواحد الحزب سياسي كيدبر الحكومه. انا عندي سؤال، لماذا هذه الحكومه ولا هذه الدوله مثلا علاش غتمشي تتعامل مع هذا السيد غيشريه هو من عند واحد الدوله اخرى وغيزيد علينا احنا واحد 60 مليار ولا 40 مليار؟ علاش الدوله ماشي مع الدوله ديريكت؟ وهذا نورمالمون كون كانت عندنا دوله ديال الحق وكتحترم القانون وهذا هذا الفساد في ابشع على الاقل كانت كنمشيو علاش دار علاش مثلا عند وزير الصحه ونسالوه علاش ما درتيش الكونترا ديريكت مع عابط؟ اي مع دوله طبعا لان دابا كنهضروا على تيست يلاه درنا تقريبا 30000 ولا 31000 تيست. الصيدلي شحال يولي يدير التيست بشحال؟ غادي يديروا 50 درهم 50 درهم 50 درهم دابا بشحال كيدار؟ دابا البي سي ار كدار ب 700 درهم. شكون اللي كيستافد من 700 درهم؟ البيولوجيست لي لابوراتوار ديال البيولوجي. اه وي دونك ولي ميدسان واحد الوقيته قال لك حكا داكشي ديال الصليب ماشي طبي عطاوه باغي يعطيوه لميدسان القطاع الحر باش يبقاو يديروه ب 300 درهم، بمعنى غتمشي انت عند الطبيب غيدوز لك ب 150 درهم استشاره كونسلتاسيون وتخلص لو تيست ب 300 درهم غيتقام عليك 450 درهم في حين احنا قادرين كيقول بالكونسلتاسيون ب 300 درهم. اذا حنا قادرين نديروه ب 50 درهم. راه الدوله خاصها البافيت، انا كنبيع ما عرفاش شنو غادي نجيب لها لي بافيت ونعطيها بافيت وكاين الحالات طبعا وغادي نبيع شحال من شركه اللي رصدت تقريبا 45 شركه اللي كاينه 45 باش حتى المتلقي 45 شركه خذات استفدات من صفقات وهي غير مسجله غير مسجله وغير قانونيه غير قانونيه، يعني ماشي من اختصاصها انها تبيع هذا لي برودوي وجات ودارت لافير وباعت وهذا. هنا المسؤوليه ديال من في المراقبه ديال الشركه؟ ديال وزاره الصحه طبعا تحديدا بوحدها طبعا، وزاره الصحه زائد وزاره الماليه زائد بالمئة منهم ما قدروش يوصلوا للسبيطار في 2020. علاش؟ لان ما كانش سيرفيس خدام، كاع المنظومه كامله خصناها الكوفيد ونسينا الامراض الاخرى. راه دابا حنا كنهضروا على 167 ماتوا في كوفيد، ولكن شحال من واحد اللي ديابيتيك اللي مات؟ شحال من واحد عنده الطونسيون مات؟ علاش؟ لان ما لقاش بلاصه في السبيطار مثلا. الا خدينا سيرفيس ديال الدار البيضاء ديال اليورولوجي مولفين كيشوفوا ما بين 300 حتى 350 حاله في الشهر، في الوقيته ديال كوفيد كيشوفوا غير 20. اذا راه الكوفيد ما ماتوش بزاف، ولكن تقييم المنظومه الصحيه خصنا نديرو تقييم شامل. قبل كنهضروا دابا على كورونا والازمه ديالها، فحال كانت عندنا زعما المنظومه الصحيه مزيانه وما عندنا مشاكل حتى جات كورونا. راه المنظومه الصحيه كانت رايبه قبل، راه كورونا فقط فحال درنا سكانير للبلاد وبيناتنا العيوب فين كاينه. المنظومه الصحيه في المنطقه المغاربيه فين كتتموقع؟ هنا نعطيو بعض الارقام باش كومسا ما نبقاوش فقط كنهضروا. فمثلا بالنسبه للميزانيه، لان كل شيء كيتعامل بالميزانيه، ميزانيه وزاره الصحه في المغرب 5.8% من الميزانيه العامه. الميزانيه في الجزائر 10.9 قبل كورونا. هادشي كنهضر قبل كورونا. الميزانيه في تونس 8.8، الميزانيه في الاردن 12%، الميزانيه في لبنان 11%. المغرب هو الاضعف طبعا، ربما حتى 10 الاف نسمه في الدول بثلاثه باش كيبان لنا الفرق. المغرب عندنا تقريبا 6 فاصلة العدد ديال الاطباء بالنسبه ل 10 الاف مواطن، عندنا 6.9، في حين ان في الجزائر عندنا 12.5 وفي تونس عندنا 14.8. اذا هنا كيبان لك الفرق. علاش حنا يلاه 6.9 نقولوا 7 وتونس عندها 14؟ يعني الضعف ديالنا العدد ديال الاطباء مقارنه مع كل 10000 نسمه. كاع المؤشرات كامله اللي عندنا اللي كنحاولوا نوقفوا فيها، مثلا العدد ديال الاسره كنهضروا دابا على لي وهذا، العدد ديال الاسره يلاه عندنا تقريبا 0.95 لي لكل مواطن مغربي، ما عندناش انا موسي لكل مغربي في السبيطار. في حين على ان الجزائر عندها 1.95 وتونس عندها 2.10. تشوفوا الامد ديال الحياه اللي هو تقريبا متساوي في الدول بثلاثه، تقريبا 74 75 سنه. شكون الدول بثلاثه؟ يعني المغرب الجزائر وتونس. فاش كنجيو كنتبعوا النقاش ديال شحال كيعيش الانسان بصحه جيده في الدول بثلاثه، كنلقاو المغربي 53 سنه وكنلقاو الجزائري 62 والتونسي 61. اذا الفرق بيننا وبين الجزائري كيعيش 10 سنين احسن منا في صحه جيده.
نظرا لان المنظومه الصحيه مثلا عدد الاطباء ما عندهاش علاقه مثلا بالمناخ، ما عندها حتى كامل في بلاصه وحده، نفس المنطقه. كتعزو انت المساله صحيه طبعا، لان منظمه الصحه العالميه كتقول لك باش تكون عندك منظومه صحيه جيده خصك على الاقل 9% من الميزانيه العامه تخصص للصحه المتابعه. نعم، بدا المساواه. اذا هنا علاش غادي نعزل هذا وما نعزلش هذا؟ مثلا لو كان ما وقع الادم وقع له مع واحد اللي قريب من السلطه من غير سليمان، علاش ستكون المتابعه؟ الملف ديال الكويتي براسو اللي تم اطلاق الصراح متابعته في حاله صراح ومشى في حالته لبلاده ومغتصب طفله، علاش هذاك تمتع بحق في الصراح المؤقت؟ تيقولوا حيت تنازل له ذاك الاخر بوب البنت ولا كذا. هذه المساله ديال التنازل حنا في الجمعيه كنا درنا فيها ترافع وباقيين كنطالبوا. المسؤوليه الدوله واضحه فيما يتعلق بالقصر، لما يكون قاصر هناك سلطة الأب ولكن هناك سلطة الدولة التي عليها أن تقدر مصلحة ذلك القاصر. وعاد الحق العام طبعا. إذا إعطاء الصراحة المؤقت للكويتي خطأ، هذا هو الجانب ديال الحق في المعلومة لسنين وكل شيء كيناضل عليه، أن هذا التقرير لماذا ليس متاحا للجميع؟ لأن نورمالمون البرلمان كهيئة تشريعية فاش دارت اللجنة ديال تقصي الحقائق كان خص رئيس البرلمان يدير ندوة صحفية أو المسؤول على هذه اللجنة يدير ندوة صحفية ويعطي هذه المعطيات. علاش ما دارهاش؟ هو سولو لا تقديركم انتما كواش، لا كنظن بلي كاين ان كومبليسيتي والناس ما باغاش تقول